عليه، وإن لم تأذن له في ذلك وله تكرير النظر. مهم جدا ده خصوصا في هذا الزمان، لأن الأحكام بتختلف. سيدنا أبو وداعة كان تلميذ سيدنا سعيد بن المسيب، فطلب، فأبو وداعة كان تلميذه متزوج، فطلب الأمير أن يتزوج بنت سعيد، طلب الأمير أن يزوج سعيد بن المسيب ابنته، يزوج ابنته لابن الأمير، فرفض سعيد بن المسيب. ناس قال كيف أخليها تحشر مع الملوك وهي تحشر هنا مع العلماء؟ فسيدنا، فالمهم الحاكم غضب عليه وأوقع به في مسألة، وجعله يركب يلبس التبان، يعني الشرط، ما هو ده إهانة عندهم، لبس التبان، التبان هو الشرط يعني، وأن يركبه على الحمار بالعكس ويطوف به في المدينة. أوقع به في حيلة كده وخلاص، عشان رفض إن هو يزوج ابنه من ابنة سعيد بن المسيب. فعند سيدنا سعيد بن المسيب كان له تلميذ اسمه أبو وداعة. أبو وداعة ده رجل طول النهار في الدرس مع سيدنا سعيد أو بيروح البيت لمراته. فمرة تأخر أبو وداعة عن الدرس، كان بيجي كل الدروس بتاعت سيدنا سعيد بن المسيب، فغاب يومين ثلاثة، وبعدين جالي سعيد قال له أين كنت؟ قالت إن امرأتي ماتت، فكنت يعني في تكفينها والصلاة عليها ومنشغل بالحاجة دي. قال ألا تريد أن تتزوج؟ قال أتزوج نعم، بس ما عندي مال خالص. قال أزوجك ابنتي من سيدنا سعيد. قال يا سيدي أنا لا أملك شيئا. قال وأنا قبلت أن أزوجك ابنتي وكذا. قل قبلت، قبلت خلاص، فتم العقد وفي الشهود وكل حاجة. راح سيدنا أبو وداعة روح بيته ما عندوش حاجة خالص خلاص، إلا يعني طعام اليوم وما إلى ذلك، حال أهل العلم يعني، إنه الفقراء دول. فجالوا لقى الباب بيطرق بالليل، قال الله مين؟ من بالباب؟ فقال سعيد بن المسيب. فقال أكيد عايز يستقلني في عقد النكاح، لأن أنا لا أصلح أن أكون زوجا لابنته خلاص. ففتح الباب فوجد سعيد بن المسيب وأمامه ابنته وقد تزينت قليلا، راح دفعها إليه وقال إني كرهت أن تبوت أن تبيت عزبا، وراح شد الباب وأغلقه. ده أكابه، هو ما شافش البنت أصلا، أبو وداع لم يرى بنت سعيد بن المسيب. بس القصة جميلة يعني، أنا هكملها لغاية الآخر. فجاء وجد إن الرجل جاب له مراته في البيت شيخه كمان، فأقسمت امرأته، أقسمت أم سعيد بن المسيب ألا يقربها حتى تزينها له، فزينتها له، ثم بعد ذلك دخل عليها سعيد بن المسيب. وبعد كده سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، قصدي دخل عليها أبو وداعة. فبعد كده أبو وداعة جف بعد كده بمدة عايز يروح الدرس بتاع سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، فتجهز وخارج. فقالت له امرأته اللي هي بنت سعيد أين تذهب؟ قال أذهب لأحضر الدرس سعيد. قالت تعالى عندي علم سعيد. سعيد بن المسيب كان أكابر العلماء، يعني من رواة الكتب الستة قالوا عنه أنه أفضل التابعين، سعيد بن المسيب خلاص، في ذكره كثير أنه أفضل التابعين. فقالت له تعالى عندي علم سعيد، أنا هعلمك بقى علم سعيد رضي الله. فكان فقيها من أبوها طبعا.